المحكمة العليا في البرازيل أعلنت هذا الخميس تعليق مهام رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا المتهم بارتكاب انتهاكات في إطار فضيحة الفساد المتعلقة بشركة البترول المملوكة للحكومة بيتروبراس. القرار يأتي تأييدا لطلب النائب العام رودريغو جانوت الذي اتهم كونيا باستغلال منصبه لمصلحته الشخصية خلافا للقانون البرازيلي لمنع التحقيقات بشأنه من التوصل إلى أي نتيجة ضده. كونيا شخصية المثيرة للجدل في البرازيل، هدد منذ شهر كانون الأول ديسمبر أعضاء البرلمان وطلب بعزل رئيسة اليسار ديلما روسيف فيما أبطأ التحقيقات بشأن إقالته من السلطة. ووفقا للدستور البرازيلي يعتبر رئيس البرلمان هو الثالث في ترتيب السلم الحاكم في البلاد، ويواجه كونيا اتهامات بتلاقي مبلغ 5 ملايين دولار على سبيل الرشوة لتسهيل عقود مع شركة بيتروبراس. وارتباطا بالموضوع، سيتم التصويت على وقف روسيف عن أداء مهامها لمدة 6 أشهر في مجلس الشيوخ يوم 11 من شهر مايو أيار الجاري. روسيف متهمة بالتلاعب في الميزانية الحكومية في العام 2014، وذلك قبل إعادة انتخابها، لكنها تنفي جميع التهم الموجهة إليها.